ابن حضرتك تعرض لحادث مؤخرا. أيه؟ وهم يعني شهرتك هي اللي طلعت من هو موهوب المستشفى. يعني هو موهوب. الحمد لله والله تعالى اقول لك مستشفى راميته. نعم. مشكوره طبعا الحاج رحيم تشيس البيضاني من خلال قناتكم الكريمه اقدم له كل الشكر والتقدير، وايضا اولاده حجي فراس وحجي عمار وحجي حيدر ابو حليمه. وعالج ابنك ببلاش؟ بلاش نهائيا، درهم ما اخذ بعد حادث برجله. الحادث اللي برجله انا خابرت حيدر، قلت له حيدر تلاحق لي، حيدر اللي هو ابن الحجي رحيم وهم عندهم مستشفى. نعم. اهلي وحادث بالليل صار وخابروني، واللي قالوا لي بابا هيك وهيك ولد عمي واخوتي. فكلش قمت ارجف، قلت ميت انا ما اعرف. فقال لي ابو ياسين هاي مستشفى مالتكم، روح قبل اطلع توكل بالله. فرحت لقيت التقدير والحفاوه والتقدير. نعم. وبعدين الفنانين طبعا اللي اجوا واللي حضروا والناس، وتدري بابا يعني جائحه كورونا فكنت كلش خايف عليهم. فالحمد لله يعني تدري يعني فلوس وعمليه وما متى. فالحمد لله فالف الف شكر وتقدير الى الحاج رحيم شيس البيضاني عم ابو فراس، وايضا ابن استاذ حيدر شيس المشكور على الموقف، وايضا لا ننسى الدكتور حسن والدكاتره الاساتذه الكادر الطبي والفني. تحياتنا لهم شكر من عندهم طبعا، مو بس ويا ماجد ياسين. الحجي اجى للمستشفى حتى للامانه يعني اكون صادق وياك. نعم. قلت له عمي شو انت هنا جاي؟ انا خجلان منه. قال بويك انا مو جاي عليك، احنا يا اللي يجي ووضعه تعبان، اموره تعبانه ما عنده، احنا هاي ندور اجر وثواب، احنا مخلين المستشفى هم بها يعني نسوي شيء للاخره مالتنا، يسجل الميزان حنا سنواتهم ان شاء الله.